تبارك الله. مانيش جالسه. بسم الله الرحمن الرحيم. فاتحة حمو رئيسة جمعية المتبرعين بالدم بالجهة الشرقية وجدة. اليوم كما البارحة كانت تواجدوا دائما بمركز الدراسات والبحوث الإنسانية بمدينة وجدة باش لبيو الخصاص من أكياس الدم تضامنا مع إخواننا ضحايا زلزال مراكش والنواحي. كان من المفروض أننا نشتغلوا اليوم الفترة الصباحية بالمركز الجهوي لتحقن الدم وتكون فترة ما بعد الزوال بمركز الدراسات والبحوث الإنسانية، ولكن نظرا للتوافد اللامحدود للراغبين في التبرع بالدم ونظرا لضيق المساحة في المركز الجهوي لتحقن الدم غيرنا البرنامج في آخر لحظة ودرنا اليوم كامل بمركز الدراسات والبحوث الإنسانية بسبب يعني سعة المساحة. والبارح سجلنا حوالي ما يفوق 500 شخص، تمكن أكثر من 300 شخص من التبرع بالدم. اليوم حددنا عدد المتبرعين في 200 لأننا ما نقدروش أننا يعني نسمحوا لعدد كبير من المواطنين أنه يتبرعوا بالدم، وفي الأخير ما غاديش نحتاجوا كاع هذيك الكمية. كما نعلم جميعا الدم هو عنده مدة ديال الصلاحية، فاحنا كنفضلوا أن التبرع بالدم يكون على فترات، ورغم أن الناس راه باقي فيهم شوية الحال منا اللي كنرجعوهم ما كنخليوهمش يتبرعوا، ولكن خاصهم يعرفوا بلي هذه راها لمصلحتهم وحتى المصلحة العامة، لأننا غادي نضيعوا في أكياس عديدة من الدم، وهذه مسألة غير محمودة لأن الحاجة هي دائمة ومستمرة. وغادي نكونوا إن شاء الله غدا بمدينة بني درار، فما كاينش تبرع بالدم بمدينة وجدة، ويوم الأربعاء نكونوا في كلية الطب هنا بوجدة، يوم الخميس إن شاء الله غادي يكون في مسجد المصطفى في لازاري. اللي قريب له أي مكان من هذه الأمكنة يقدر يجي يتبرع تما، ولكن اليوم صافي يعني مركز الدراسات راه وصلنا للعدد المطلوب، ما غاديش نقدروا نزيدوا نسجلوا أكثر من هذا العدد. كان متوقع انه غادي يكون توافد كبير ديال الناس، لاننا حنا كنعرفوا المغاربه والساكنه تاع المنطقه الشرقيه بالخصوص عطائين، يعني ماشي شي حاجه اللي هي جديده عليهم. فلذلك يعني ما درناش دعوات للتبرع بالدم، ما درناش نداءات كما تعودنا، ولكن الصراحه اللي جاء اكثر من المتوقع بكثير جدا. احنا توقعنا انهم يجيو ولكن ماشي كاع بهذا الغزاره، شيء يثلج الصدر. لبوا نداء الانسانيه، روح التضامن، عارفين بانه الاخوان ديالهم المنكوبين في الزلزال رحم الله المتوفون، ونسال الله الشفاء العاجل للجرحى، فعارفين بانهم ما يقدروش يوصلوا لهم يعني بشكل شخصي، فكيقول لك واخا غير من هنا نعاونوا باش باللي قدينا عليه، وقطره الدم تساوي الحياه. هي الصراحه المؤسسات الرسميه كامله ملي بدينا وهما كيعيطوا باغيين نخصصوا لهم ايام، ولكن المشكل اللي كان عندنا هو انه البرنامج ديال شهر شتنبر كان مسطرا مسبقا، فما قدرناش اننا نغيروا البرنامج واننا نخصوا واحد اليوم مخصص خصوصا بالنسبه للداخليه اتصلوا بزاف، ولذلك حاولنا اننا ندوزوا واحد العدد كبير منهم من رجال الامن البارحه اللي هو 10 شتنبر، وهذا النهار جاوا رجال من الامن ومن الدرك ديال المطار حتى هما تبرعوا. كنحاولوا نفوتوهم على فترات باش ما نحرموش الجمارك ديال المطار، باش هكذا ما نحرموش الساكنه المواطنين العاديين حتى هما من هاد الصدقه هذه. الله يحفظكم، شكرا جزيلا، الله يعطيكم الخير.
Thank you.